طيب علامة التقييم بيقول لك يا سيدي، طبعا أول حرف كابيتال، ده قلناه قبل كده، يبقى الـ N دي هنعملها كابيتال. طبعا هي المفروض N بس كده. And her family moved from Alexandria to Oxford. طبعا أسامي البلاد برضو بنعملها كابيتال، وأوكسفورد برضو اسم بلد، فالـ O هتبقى كابيتال. والله الماوس ده ملبوس، زي ما بقول لكم الـ O دي هتبقى كابيتال. الـ O يا نهار ازرق، ده كتب لي ايه؟ الاو كابيتال، دي او، وفي الاخر طبعا دي جملة، فبنحط ايه؟ فول ستوب في الاخر. طيب اول حرف كابيتال طبعا، اي اللي هي انا في اي مكان في الجملة بتبقى كابيتال. تمام، اي لاف drawing animals too، هنحط في الاخر نقطة. والله هي تنفع علامة تعجب برضو، اي لاف drawing animals اللي هي الشعور القوي او الاحساس القوي، بنحط في الاخر علامة تعجب، فالاتنين يمشوا في الجملة دي. طيب هنا يا سيدي بيقول لك read the text add punctuation marks. طبعا هاي اول حرف كابيتال، تمام ال H دي هتبقى كابيتال بتاعت هاي. I love coloring and painting and I اللي هي انا قلنا في اي حتة بتبقى كابيتال. enjoy doing the art club after school، في الاخر بس نحط ايه؟ نقطة. طيب هنا برضو اول حرف كابيتال، my favorite thing to draw is animals، نقطة عشان دي جملة جديدة. بعد animals نحط نقطة هنا كده full stop. I think I اللي هي أنا كابيتال برضو. can draw cats dogs cats كوما، قلنا لما نيجي نفصل من أكتر من حاجتين بنفصل بكوما، cats كوما dogs كوما and rabbits quite well، ونحط إيه؟ نقطة في الآخر. طيب نيجي على الإكسرسايز بتاع الدرس. بيقول لك يا سيدي فيروز and سامية are talking about geocaching، فبتقول لها what's your favorite hobby؟ فهتلاقي حاجة، هتلاقي geocaching. طالما في علامة تعجب يبقى دي جابت السؤال اللي فوق على طول. فسألتها سؤال، هتلاقي is it a special sort of outdoor treasure hunt؟ ده نوع من أنواع البحث عن الكنوز في الهواء الطلق. يبقى السؤال الطبيعي هيبقى إيه؟ what is geocaching؟ إيه هو الجيوكاشينج؟ what is ات وخلاص. هي ايه؟ قالت لها نوع من البحث عن الكنوز في الهواء الطلق. قالت لها ات ساوندز انترستنج، والله شكلها حلو. فسالتها سؤال، قالت لها تو فايند ات اي يوز ان اب اون ماي فون ذات جيفز مي كلوز اند كوردينيتس، يبقى بتعملي ايه عشان تلاقيها؟ يبقى ايه؟ وات دو يو دو تو فايند ات، بتعملي ايه عشان تلاقيها؟ قالت لها بستخدم الايه؟ الاب اللي على الموبايل. قالت لها ار ذير ا لوت اوف جيو كاشرز، فقالت لها حاجه، قالت لها ذير ار مليونز، ذير مليونز ده ملايين، يبقى ايه؟ يس ذير ار، او يس وخلاص، يس ذي ار مليونز، ايوه ده ملايين مش كتير بس. طيب نيجي على السؤال اللي بعده توصيل. بقول لك يا سيدي كوردينيتس، قلنا ليه ليه؟ numbers pairs of numbers used to find the location of something. log book قال لك يا سيدي a written record of events، دي في الديفينيشنز اللي قريناها. geeky اللي هو ايه؟ not cool very interested in a particular thing. geocache اللي هو ايه؟ ال hidden box، ده اسمه geocache. geocaching بقى هي اللي ايه؟ اللي هي game which you play to find something، دي الجيو كاشنج. امال الجيو كاش اللي هو الصندوق نفسه. طيب بعد كده يا سيدي بيقول لك ايه؟ I am Laura, I am 13 years old and I am in prep 1 اللي هي preparatory 1 يعني. I love my school because I learn interesting subjects there. I really enjoy going to school. I am good at coloring and painting. They make me relax when I am stressed. My favorite thing to draw is birds. I want to set up a group who love art to share our ideas. I would like to meet other people who share my hobby. We could give each other tips to improve our work. It's a great idea to have a different theme every month. I try to share the pictures I draw every month. I want everyone in the group to give me their opinion. The text is mainly about Laura's A. بيتكلم عن ايه؟ طبعا بيتكلم عن هوبي، هواية لارا. The underlined they اللي هي they make me relax اللي هم مين؟ اللي هو الكالرنج والبينتنج.
coloring and painting اللي هي دي. طيب بقول لك the underlined word stressed is the opposite of عكس ايه؟ طبعا stressed مضغوط عكسها relaxed مسترخي. Why does Laura love her school؟ ليه لارا بتحب المدرسة؟ نيجي كده الإجابة هي because I learn interesting subjects there، عشان بتعلم حاجات مهمة فيها. دي طبعا number four. What are Laura's favorite hobbies؟ ايه الهوايات المفضلة لارا؟ لسه قايلينها coloring and painting. اي my favorite thing to draw؟ لا I am good at drawing and لا استنى ايه ده coloring and painting. طيب why do you think Laura wants to set up a group of art lovers؟ ليه سارة عايزة تعمل جروب للناس اللي بتحب البتاع الرسم؟ قال لك اي الاجابات I want everyone in the group to give me their opinion او different theme everyone. لا استنى I would like to meet other people to share my hobby could give me some tips to improve our work. ايوه بص من اول هنا كده من اول I would like to meet other people عايز اعمل الجروب ليه يا سيدي؟ اللي هي عايزه تقابل ناس جديده مهتمه بنفس الحاجه من اول ايه I would like to meet other people who share my hobby we could give each other tips to improve our work. دي اجابه السؤال السادس والكالرنج والبينتينج ده السؤال الخامس. طيب الاختياري بيقول لك I worked with my aide to decorate our classroom. اشتغلت مع مين عشان نزين الفصل بتاعنا؟ طبعا دول الايه الكلاسميتس. A is a written record of events. تقرير مكتوب للاحداث طبعا ده ايه او تسجيل الاحداث ده اللوج بوك. My cousin is 25. A is a nurse. يبقى ايه she دي جملة جديدة في نص في نقطة ايات وبدأ جملة جديدة فالجملة تبدأ بالفاعل يبقى ايه she is a nurse وتنفع هي على فكرة لان my cousin ابن عمي او بنت عمي ونيرس يعني ممرض او ممرضة فلو ما فيش she وفيه هي صح برضه. طيب I have a that plays music on my phone بيشغل موسيقى على التليفون ده طبعا ايه اب برنامج على التليفون او تطبيق على التليفون. What are a looking for مها يبقى what are you انت بتدور على ايه يا مها. A is a hidden box with small interesting things in for people to find طبعا ده الايه الجيوكاش. They are studying A in math lessons في درس الماس بندرس الايه طبعا الكالرز لا الهيستوري لا الكيميكالز لا coordinates الاحداث الاحداثيات. She made friends at school and felt A in group طبعا felt included طالما كونت صحاب يبقى حاسس بالاندماج في المدرسه الجديده. My father taught A طبعا my father الفاعل و taught ده الفعل بفضل مفعول مين هنا ضمير مفعول me. The last A leads them to where the treasure is. طبعا the last clue. هنا يا سيدي بقى بيقول لك اكتب لي بوست هو مش عايز هو عايز فورم بوست مش باراجراف عن an unusual hobby هوايه غير معتاده. طبعا عشان نكتب بوست عن هوايه غير معتاده هنعمل ايه؟ هنجاوب على الاسئله اللي احنا قلناها دي اللي هي ايه هي الهوايه؟ تمام؟ ليه بتحبها؟ بتكتب البوست ده ليه؟ وطبعا خلي بالك بقى من السبيلنج واستخدم بعض الاكسبريشنز دي عشان تكتب البوست وممكن تبص على برضو على البوست اللي هي كانت عاملاه ده اللي هو ده او ده تاخد منه افكار وتكتب زي وبس يا شباب كده نكون خلصنا الدرس الخامس والسادس وخلصنا الوحده الثالثه الحمد لله وزي ما وعدتكم قبل 10 ما يبدا كان في الاكونت اللي باسم مريم بشوي ده كان زعلان مني وانت اتاخرت علينا يا مستر فانا وعدتها ان انا هخلص الوحده الثالثه قبل شهر 10 ما يبدا والنهارده 31/9 اهوت فقبل الشهر 10 او 30/9 فقبل الشهر ما يخلص قبل شهر 10 ما يبدا الحمد لله كنت وفيت بوعدي وخلصت الوحده الثالثه فنكتفي بهذا القدر وربنا يوفقكم جميعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وانتظروني قريبا جدا في بقيه المنهج ان شاء الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.